هو اللي حصل ان هو إيهاب كان معاه في الدرس، فاصدقائه طلعوا اللي كانوا معاه في الدرس طلعوا، وهو إيهاب طلع معاهم، فالمدرس رن عليه تاني وقال له تعالى، فهو راح له هناك البيت، راح له مكان الدرس، فقال له هنلعب لعبة، ان هنلعب لعبة نطلع، لو طلعنا دم من رقبته يعني طلعنا دم هناخد فلوس وكده. ف إيهاب ذبح قطع شريان رقبة إيهاب بالغلط، فقام جاي مكمل عليه وقتله وقطعه لثلاث حتت وطلعه ورمى كل حتة في مكان. ما توقعتش ابدا ان المدرس هنا هيبقى بالصوره البشعه دي. لا، ما توقعتش ان المدرس هو اللي يعمل كده اصلا. هاب كان قريب مني. ايوه، كانوا واكلين عيش وملح مع بعض. كلمني بقى، انت بتقول لي عيش وملح مع ان سنك صغير بس عارف يعني ايه كلمه عيش وملح. ايوه. هل المدرس حافظ على عيش وملح؟ لا، ما صنوش كبيره هو ايه. كبيره ان حد يدخل بيت حد وياكل عنده عيش وملح ايوه، وما يصونش العيش والملح. كبيرة اوي، ما صنش العيش والملح، وما اكلين عيش وملح مع بعض وعشرة وصحاب. خايف من انت كلمني، انت خايف دلوقتي؟ لا، خايف يعني خايف من البشر، خايف من الناس. اثرت فيا. ايوه، اثرت فيها اوي يعني، صاحبي وعشرة عمري ما توقعتش حتى ان هو يتعمل فيه كده. ما توقعتش ابدا ان المدرس هنا حياة بالصورة البشعة دي. لا، توقعتش، محدش يتوقع. لو نفترض دلوقتي ان محمد ده شايفك تقول له ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وربنا ينتقم منك. كلمني بقى عن اللحظات الاخيرة اللي اكيد كان بيتكلم معاك، كان بيحكي لك ايه؟ كان بيحكي لي يعني مثلا، هو بيحكي لي عنه، عن المدرس ده يعني بصورة حلوة، يعني هو مدرس حلو، ويعني بياخد عندي الدرس، وبيخلص الدرس بيقعد معايا يلعب بلاي ستيشن. ما عمره ما حكى عمره ما حكى لحد اصلا عنه بصورة وحشة. وهو المدرس دوت طول عمره اصلا في نفسه وفي حاله كده، وما لوش دعوة بحد.